تتجه الى دار الملعب اولد ترافورد بين مانشستر الذي استضافت مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا بين فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي والأتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة قوية وصعبة. اليوم الكل يريد مشاهدة المباراة، إذن ما عليك فاضل الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد المباراة قوية. اليوم سوف تلعب في تمام الساعة 9 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والساعة 8 بتوقيت غرينيتش، وسوف تنقل وتذاع هذه المباراة على قناة بي إن بريميوم إتش دي وان الناقل الحصري لهذه المباراة بتعليق رؤوف خلي. تجدون البث لهذه المباراة في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا أن تشاركونا توقعاتكم لهذه المباراة. من سوف يفوز؟ هل فريق مانشستر يونايتد المستضيف مواجهة اليوم أو فريق أتلتيكو مدريد الضيف في هذه المواجهة؟